Herzlich willkommen bei A22, Lektion 13, Teil 2. Ahlan wa sahlan bikum fil al-juz' al-thani min al-dars al-13. Fil al-juz' da haykun ma'ana dars fil qawa'id muhim jiddan, wa huwa an al-rawabit als und wenn oder die Konnektoren als und wenn. الناس بتفضل تلخبط في الدرس ده ممكن لحد B2 مثلا، فخلينا نركز جدا في الجزء ده. Okay, طيب, wir haben hier ein paar Sätze aus dem Hörtext. عندنا هنا بعض الجمل اللي سمعناها في النص السماعي اللي كان معانا، ممكن تكون مش هي بالظبط يعني، أو مش بيبقوا واخدينها كلمة كلمة، لكن هي مرتبطة بالنص السماعي. Ich habe schon die Sätze zugeordnet. أنا خلاص رتبت الجمل لبعض بحيث إن إحنا نقدر ندخل على طول في درس القواعد. Der erste Satz: Marie ist lange verreist. Marie مسافرة لفترة أو لمدة طويلة أو كانت مسافرة لمدة طويلة. Als sie mit der Schule fertig war. لما انتهت من المدرسة. طيب, sie hat mich nach Berlin eingeladen. هي عزمتني ان انا اروح لها برلين يعني. Als sie wieder zu Hause war. لما رجعت بلدها تاني. اتفقنا انه zu Hause مش لازم يكون معناها البيت، لكن ممكن هنا بمعنى رجعت بلدها يعني. Ich habe das Stipendium bekommen. انا اخذت الستيبنديوم. Als ich im vierten Semester war, لما كنت في الترم الرابع. طيب, فخلاص احنا كده اخدنا بالنا انه als دي اللي هي بالعربي بقول لما، تمام؟ او عندما يعني. وبالانجليزي هتبقى مساوية لwhen. مفيش اي مشكلة لحد دلوقتي. و als بتعمل nebensatz، فزي ما احنا شايفين الverb في الاخر ده هنجيله في فوليه تانيه، بس اللي انا عايزه اركز عليه دلوقتي انه als دي معناها عندما او لما او when بالانجليزي، وبتيجي بتيجي في الماضي wann ist das passiert، das ist früher، كلهم لما لما لما، وما نتلخبطش هنا من ماري ist lange verreist، تمام؟ ممكن اقولها ماري war lange verreist، يعني ما تخلينيش الحته دي تلخبطنا يعني، تمام؟ هي ليه است مش بقى، انا ممكن اقولها عادي جدا ماري فا لانج فرايست، مش فارقه، تمام؟ المهم ان هم كلهم بيتكلموا عن حدث في الماضي. طيب نيجي للسؤال المهم بقى اللي بيفرق ما بين als و when. في اوفت است داس باسيرت. يا ترى الحاجه اللي انا بتكلم عليها دي او الحدث اللي انا بتكلم عليه ده حصل قد ايه في الماضي؟ يعني هل هو حدث متكرر ام حدث يعني حصل مره واحده؟ فهجي للإجابة إنه das ist einmal passiert، ده حصل مرة واحدة، هو مرة واحدة جاله stipendium، تمام؟ هو مرة واحدة جاله المنحة، هي عزمته لبرلين مرة واحدة، مش كل لما تشوفه تعزمه لبرلين، تمام؟ هي عملت الرحلة بتاعتها دي مرة واحدة، مش كل شوية بتعمل الرحلة بتاعتها، مش كل لما تخلص المدرسة، لأن هي خلصت المدرسة مرة واحدة. فدي الجزئية المهمة جدا في الدرس ده. طيب نيجي بقى ل when. lesen wir den Satz. Paul hat immer Englisch mit Touristen gesprochen. وهنا عندي immer. wenn er sie am Strand getroffen hat. هي برضو لما. بس هنا Paul كان دايما بيتكلم انجليزي مع التوريستن او مع السياح لما كان بيقابلهم في الشاطئ او على الشاطئ. فهي نفس اللمة، لكن الفرق هنا في حاجة مهمة جدا. Wie oft ist das passiert? Das ist nicht einmal passiert. Das ist häufig passiert. يعني ده حدث متكرر، تمام؟ فبالتالي هو كل لما يشوف الناس السياح في كل لما بالضبط يعني يقابل الناس السياح في الشاطئ بيتكلم معاهم إنجليزي. كل شوية الحدث ده بيحصل، مش حاجة حصلت مرة واحدة وانتهت، تمام؟ طيب wann ist das passiert؟ das ist auch früher passiert. يعني أنا هنا wann دي ممكن أتكلم عليها برضو أو يعني ممكن يعني أستخدمها في الحديث عن الماضي عادي، مفيش أي مشكلة، لكن لازم يكون ماضي بيحصل باستمرار أو حاجة كانت دايما بتحصل، مش حصلت مرة واحدة وعدت، تمام؟ فده الفرق لحد دلوقتي. Jetzt noch ein Satz, عندنا جملة تانية.
Paul spricht immer Englisch mit den Touristen, wenn er sie am Strand trifft. هي نفس اللمة. لكن هنا الفرق إنه إيه وهي نفس اللي هي دايماً حاجة متكررة إنه باول بيتكلم إنجليزي مع السياح لما بيقابلهم على الشاطئ. فهنا أنا مش بتكلم عن الماضي يعني هنا van ist das passiert, das ist heute. ده بيحصل دلوقتي. كل لما يقابلهم النهاردة أو بكرة أو بعد أو بتاع بيتكلم معاهم إنجليزي. تمام؟ هنا أنا كنت بتكلم على إن الحاجة دي كانت بتحصل مثلاً زمان. هو خلاص باول ما بقاش أصلاً في البلد بتاعته وهو عايش دلوقتي في ألمانيا بس هو بيحكي إن أنا كنت كل لما يعني دي هنا بمعنى كل لما دائماً عندما. تمام؟ هنا دي هي عندما بس لكن حدث متكرر مش حدث حصل مرة واحدة. فده الفرق الجوهري ما بين als و wenn. طيب نيجي هنا للزوزامنفاسونج أو للاختصار أو نجمع بقى القاعدة. als دي أهم حاجة تفرقها عن wenn إنه بتكلم عن حاجة ist einmalisch ist einmal passiert oder das ist einmalisch يعني إيه حاجة بتحصل مرة وبتنتهي وبتنتهي جنو أوكي. فخلينا مثلا نمثل ده بفكرة لما كان عندي 10 سنين أنا بيبقى عندي 10 سنين مرة واحدة أنا مش كل شوية بيبقى عندي 10 سنين تمام. لكن هنا لما جدتي بتزورنا أو مثلا جدتي خلاص اتوفت فلما كل مرة لما جدتي كانت بتزورنا فده كان دايما بيحصل كل شوية بيحصل إنما ده أنا كنت مرة واحدة بس 10 سنين. طيب als ما ينفعش تيجي مع المضارع ما ينفعش تيجي مع حاجة بتحصل دلوقتي هي لازم تكون في الماضي بما إن هو حدث حصل مرة واحدة فals ist in der Vergangenheit. إنما wenn بما إنها حدث متكرر ممكن حدث يكون متكرر حصل في الماضي كنا دايما بنعمل كذا لما جدتي بتيجي تزورنا أو لو جدتي لسه عايشة كل لما جدتي تيجي تزورنا مثلا بنطبخ محشي مثلا أوكي. فبالتالي الفن هي متكررة das ist häufig أو الحدث متكرر ممكن أتكلم بيه عن الفاجانجنهايت عن الماضي ممكن أتكلم بيه عن الجيجنفات عن المضارع. تمام لحد دلوقتي أتمنى يكون الدنيا واضحة أوكي. طيب نيجي هنا بقى للverb position مش بتفرق خالص عن أي nebensatz أخذناها قبل كده عن أي جملة جانبية نفس القواعد بتنطبق عليهم وهي إنه لما أبتدي بالven لما الven تيجي في الأول كده كده الverb ist mit wenn am Ende خلاص يعني wenn Paul die Touristen am Strand trifft am Ende wenn er sie am Strand trifft das ist am Ende الverb دايما مع الرابط بتاع النيبنزاتس بيبقى في الآخر. اللي بيفرق لو أنا ابتديت هنا بالven هحط كومة هيجي الverb نختم كومة بتاع الجملة التانية لو أنا ما ابتديتش بven هبتدي بجملة عادية جدا subject verb object. تمام فده يعني إيه القاعدة اللي بتنطبق على أي nebensatz معانا. هي المهمة بس في الجزئية دي فعلا إمتى أستخدم als وإمتى أستخدم wenn هتلاقوا تدريبات كتيرة جدا في الأرايتسبوخ عن الجزئية دي وجمل يعني تفهمكم أكتر الفروقات ما بينهم. Also machen Sie bitte hier die Aufgaben im Arbeitsbuch Seite 6 und 7 صفحة 6 و 7 هتلاقوا تدريبات كتيرة جدا لأنه الموضوع محتاج تدريب أكتر من مجرد إن أنا بس أفهم القاعدة. أوكي، vielen Dank und bis zum nächsten Video.